آخر الملاعب اللي غادي كانت فيها الإصلاحات ستفتح في الأسبوع المقبل، سواء بمدينة وجدة ولا مركب محمد الخامس، في الأسابيع المقبلة يعني مع نهاية الموسم إن شاء الله غتكون الملاعب تاع القسم الوطني الأول في ظروف تسمح بتطوير، ماشي التطبيق، بتطوير تقنيات النقل التلفزي. وهي فرصة أيضا لنشكر جميعا المجهود الجبار التي تقوم به التلفزة المغربية. اليوم نحن من البلدان القلائل على المستوى القاري والإفريقي والعربي لكل المباريات تنقل مباشرة وبتقنيات متطورة، ومع تطويرها بشكل أفضل ومع وجود الحمد لله اليوم نخبة من الحكام سواء المجربين أو الشباب، سنكون في ظروف يعني كافية وقابلة لتطبيق الفار مع انطلاق البطولة إن شاء الله.